يعني كان شفنا منه حاجة كبيرة على مستوى الدفاع من أبو بكر الفزعي وعزيز بن مرة. المدافع أبو بكر الفزعي بالرأس غلط الحارس سيف الدين المحويش. القنتاسي كشريد بن محمد بعد التسليبه اللي ما كانتش بعيده على شباب جبل وحاول يبحثوا على التعديل وهذا محصول في تسعيد قلع مخالفه من جهه اليمين خليل القنتاسي وزع وبكر الفزعي بالراس يجي قدام هيثم بن مبارك اللي ما يترددش في تسجيل هدف الثاني وهو هدف ثمين مستقبل وادي الليل خلينا نشوفوا فرحه اليوم خلينا وادي الليل في بلاصتها ونهدي الانتصار هذايا نهدي البقاء هذايا سامحني للستاف وللسيرتو الجمهور اللي وقف ودز معنا للاخر ونهديه سيرتو للوالد نتاعي